هذا وقد أشاد الإعلامي العربي عمر صلاح طهبوب بكلمة الرئيس شي جين بين خلال افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، والتي حث خلالها على السعي نحو التعاون والفوز المشترك والحفاظ على نظام متعدد الأطراف. فخامة الرئيس الصيني شي جين بين عندما يعني يتحدث عن هذا التعاون الدولي وعدم احتكار الاقتصاد العالمي في نطاق الصين، هو يدرك أن هذا الآن باتت يعني الاقتصاد العالمي متشعب وبالتالي متداخل مع في العالم، بالتالي هو يسعى لتكريس هذه السياسة ولتعميقها ولنشرها ولإفهام العالم، لنشر هذه الرسالة ولإفهام العالم أن الصين دولة تسعى إلى السلام العالمي والاقتصاد العالمي والاقتصاد مزدهر وإلى سلام عالمي وإلى الانفتاح وإلى تشجيع هذه السياسة التي بدأت منذ سنوات.